طابت أوقاتكم بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكارا وديار كانت قديما ديارا سترانا كما نراها قفارا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامج شعر في أغنية، والنهاردة هنلتقي مع إحدى روائع كوكب الشرق أم كلثوم، هذه ليلتي. الأغنية كتبها الشاعر اللبناني جورج جرداق المولود في بلدة مرجعيون بلبنان عام 1933 وتوفي عام 2014، ولحنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الأغنية بيغلب عليها طابع الأمل والتفاؤل واغتنام فرصة الحب في الحياة، لما الشاعر بيقول سترانا كما نراها قفارا، يعني هذه الديار التي كنا نملأها حب وحياة بعد وقت طويل أو قصير سوف ترانا كأننا أرض خالية من الناس، خالية من الحياة، فلابد أن احنا نعيش الدنيا ونعيش الوقت ونعيش الحب. الشاعر اللبناني جورج جرداق كان كتب عدة أغنيات أيضا لمطربين مصريين زي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والمطربة الكبيرة نجاة الصغيرة. وطبعا العلاقات بين مصر ولبنان طول عمرها علاقات قوية جدا وضاربة في الجذور، علاقات إنسانية وعلاقات ثقافية وعلاقات اقتصادية. وكان المطربين المصريين والفنانين المصريين عموما دائما السفر لدولة لبنان الشقيقة ودائما الزيارات ليها وتصوير الأغنيات والأفلام هناك. فأحد المرات وأثناء تواجد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في لبنان بصحبة عدد من الفنانين منهم كان فريد الأطرش، كان متواجد الشاعر جورج جرداق، طلب منه عبد الوهاب إن هو يؤلف قصيدة خصيصا لكوكب الشرق أم كلثوم. وفضل كل يوم يسأله يقول له عملت القصيدة؟ يقول له لا لسه. لغاية ما في مرة كانوا قاعدين في شرفة الفندق اللي نازلين فيه، والشرفة كانت بتطل على وادي خلاب كان الموسيقار عبد الوهاب بيحبه جدا اسمه وادي لامارتين. فجورج جرداق بدأ يدندن ببعض كلمات، لما سمعها عبد الوهاب بيقول له ايه انت بتقول ايه، فقال له هي دي الأغنية اللي هتقولها أم كلثوم. وفعلا بدأ جورج جرداق يعمل هذه القصيدة ويكتبها بشكل جديد وبشكل آخر ويكملها علشان تناسب كوكب الشرق أم كلثوم. هذه ليلتي غنتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم عام 1968 لأول مرة على مسرح أبو الهول. وعن سر تفرد وعظمة وحنجرة أم كلثوم اللي يعني كانت مختلفة عن الباقيين طبعا بخلاف مساحة الصوت العريضة وقوة الصوت، كان لي حوار تشرفت به مع الموسيقار الكبير الأستاذ هاني مهنا قبل عدة أيام، وكنت بسأله عن سر عظمة حنجرة أم كلثوم، فقال إن أي مطرب وهو بيغني لو صوته حلو بيبدأ إحساسه مع الكلام، مفروض إن هو بيعلو مع الوقت وبيعلو مع إن هو زي بيقول هو بلغة الفن بيسلطن بعد شوية في الأغنية. المشكلة إن المطرب بعد شوية لما صوته يبدأ يعلى ما بيقدرش يسيطر على علو إحساسه مع صوته، فبنبص نلاقي ممكن الصوت بيبقى عالي يبقى صوت حلو وصوت سليم، لكن الإحساس فيه مش زي الأول، مش زي ما بدأ الأغنية. الوحيدة اللي كان عندها هذه الموهبة وهذه المقدرة هي سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فاستحقت اللقب طبعا والألقاب الأخرى. وقالها باللفظ كده إن أم كلثوم لما كانت بتزعق كان إحساسها بيعلى، يعني بتزعق إحساسها يزعق مع الغنوة ومع الكلام.
طبعا هي كانت حنجرة مختلفة وكانت شخصية مختلفة. فسألت الأستاذ هاني هل في مطربين آخرين وصلوا لهذه المرحلة؟ قال لي ما كانش فيه غير المطربة الوحيدة كانت ذكرى رحمة الله عليها، هي اللي كانت بدأت تقترب من هذه المنطقة، وهي اللي كان عندها الملكة دي شوية، لكن ما فيش حد تاني إحساسه بيعلى قوي كده مع الصوت زي أم كلثوم. يعني نلاحظ مثلا زي أغنية الأطلال في الجملة الأخيرة اللي بتقولها لا تقل شئنا فإن الحظ شاء. شوف بتعلى بالصوت ازاي وبتعلى بالجملة ازاي اكتر من مرة، ومع ذلك هي ملكة الإحساس القوي جدا مع ارتفاع الصوت في الأغنية. الفنان والملحن والموسيقار الكبير هاني مهنا كان التقى في أغنية واحدة مع السيدة أم كلثوم، هي أغنية ليلة حب، وهنبقى نتطرق ليها في حلقة منفردة بإذن الله. لغاية هنا بتكون حلقتنا خلصت النهاردة، إلى أن نلتقي في حلقات أخرى قادمة إن شاء الله، لكم منا كل المحبة. كنت معكم إيناس السيد، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد.